واس الحموشي ورا بغا يضحك ولدي، ورا ولدي خدام بنيته، ورا ولدي خدام بنيته معاكم يا وليدي، ورا بغا يضحك يا وليدي، ورا حربوني يا وليدي، ورا رزوني في ولدي يا وليدي، وهو اللي هازني وهو اللي مدني للسبيطار، ورا عندي السكر والسرطان ورا نزح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقول دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، وفي مستجدات جديدة وأخبار حصرية، بداية فك لغز القضية ديال مقتل الشرطي هشام. فعناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية إخواني أخواتي فتقدموا بشكل كبير وكبير جدا بخصوص فك كل الغاز ديال هذه الجريمة البشعة. فبعد يعني اعتقال أربع العناصر المتورطين في هذه القضية بمدينة السعيدية اللي هما جوج بنات وجوج ديال رجال، فهنالك معلومات حصرية إخواني أخواتي تفيد بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يعني شرفة واقترب بشكل كبير من حسم هذا الملف، وخرج بنتيجة يعني كمستجد إخواني أخواتي في هذه القضية، واللي هي أن الشرطي هشام بورزة راح ضحية ديال عملية ديال الانتقام وتتعلق أو لا مرتبطة بفتاة. لكن قبل إخواني وأخواتي ما أننا نغوص في تفاصيل هذه المستجدات الحصرية، فكندعوكم أنكم ما تبخلوش علينا بلايك، وأيضا شرف لي أنكم تشتركوا في القناة مع تفعيل زر الجرس باش دائما الإخوان والأخوات توصلوا بالجديد ديال الأعمال والقضايا اللي تنقوم بها. فكيف ما كتعرفوا إخواني أخواتي، فليلة البارحة تم اعتقال أربع عناصر من الشبكة المتورطة في مقتل الشرطي هشام بورزة، وبالضبط بالسعيدية، حيث أفادت مصادر بأنهم كانوا كيخطوا أنهم يمشيوا أو لا يهربوا إلى الجزائر، لكن هما الآن يعني بالدار البيضاء تحت الحراسة المشددة من بعد ما راجت معلومات بأنهم خداوهم التمارة، لكن حاليا هما الآن يعني في مدينة الدار البيضاء قصد استكمال كل التحقيقات. فإخواني أخواتي، أخبار جديدة من بعد هذا الاعتقال ديال أربع الأشخاص تفيد بأن الفتاة اللي تم التحقيق معها في البداية ديال القضية اللي معروفة بمولات الباليو ربما هي الحلقة أو السبب أو الدافع وقوع هذه الجريمة إخواني أخواتي، حيث عنونت جريدة أخبار اليوم 24 وفي خبر حصري تحت عنوان الانتقام وراء وقوع جريمة قتل شرطي المرور هشام والمشتبه بها فتاة، حيث قالت وجاء في الموقع إخواني أخواتي أن الانتقام وراء وقوع جريمة قتل شرطي المرور هشام والمشتبه بها فتاة، حيث أكدت مصادر أو لا المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنها بدأت تفك خيوط لغز هذه القضية، وكشفت أنه بعد توقيف شابة في مقتبل العمر وإخضاعها لإجراءات البحث والتحقيق تبين أنها كانت على علاقة مع الشرطي قيد حياة ضحية عملية القتل والحرق بدوار الخدارة بحد السوالم. فإخواني أخواتي، فربما يعني المركز المكتب المركزي للأبحاث القضائية يمكن نقوله وصل الدافع اللي خلى هذه الشبكة الإجرامية أن تدخل على خط الموضوع وتنفذ ربما بعض المطالب من أجل الانتقام لوجود علاقة ديال الشرطي مع هذه الفتاة، واش هي من حرض أو لا جهة أخرى من حرضت على الانتقام منه لأنه على علاقة مع هذه الفتاة، أو أنها
هي من تلقاء نفسها أرادت أن تتخلص منه أو أن يعني تفوز بشي حاجة ربما في الملكية ديالو من بعد ما تم التصفية ديالو. لكن هيهات وهيهات إخواني أخواتي، فالروع عزيز عند الله، ولهذا فكنشوفوا لغز هذه القضية بدا كيتفتح، وهذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى، حيث كشفت إخواني أخواتي أن المصادر بعد توقيفها للشابة في مقتبل العمر وإخضاعها لإجراءات البحث والتحقيق تبين أنها كانت على علاقة مع الشرطي قيد حياته. هذا وحسب نفس المعطيات، فإن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة من طرف عناصر البيسيج والدرك مكنت من تحديد هوية المشتبه بها والتي كانت تربط علاقة بالشرطي المغدور. هذا ورجحت أن تكون الجريمة التي أودت بحياة الشرطي سببها الانتقام من طرف عصابة إجرامية منظمة. فإخواني أخواتي، كلام واضح وكلام يعني كيشير ربما لهذه النتيجة أو لا إلى دافع وقوع هذه الجريمة. فالسؤال كيف ما طرحت تبقى هو، واش هاد الشبكة الإجرامية المنظمة أو العصابة الإجرامية المنظمة واش دخلت تنتقم من تلقاء نفسها لوجود هاد العلاقة ديال الضحية مع الفتاة، أو أن الفتاة هي من نصبت كمينا بحكم أنها على علاقة مع الشرطي، فبالتالي نصبت له كمينا من أجل أن توقعه في بين أيدي هذه العصابة الإجرامية والتي قامت بارتكاب الجريمة البشعة. فإخواني أخواتي، يمكن نقول بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية البيسيج، وأيضا بعد دخول دي اس تي على خط القضية، فكل الألغاز بدأت كتوضح وكل الأمور بدأت كتنكشف، كل تلك الأسرار وكل تلك الأسئلة بدينا كنلقاو لها أجوبة. فيا ترى هل الأسئلة أو السؤال اللي طرحته منذ قليل غادي يكون الجواب ديالو إما تورط الفتاة بشكل مباشر في هذه الجريمة، أو لا تصرف تلقائي من هذه العصابة انتقاما من الشرطي لهذه العلاقة التي تجمعه بهذه الفتاة. فتبقى إخواني أخواتي، يمكن نقوله في الساعات القليلة القادمة كل أجوبة غادي نلقاو لها، كل أسئلة غادي نلقاو لها أجوبة. وإلى أن يعني يريدني جديد إخواني أخواتي بخصوص الملف، فأكيد غادي نتشارك معكم في أسرع وقت ممكن، لكن قبل ذلك كنتمنى أنكم يعني تفعلوا زر الجرس باش وقت اللي يكون شي جديد أنكم يوصلكم ثم الأولين، وكنتمنى أنكم يعني ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو. وكيف ما تنقول دائما، الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر، وكنتمنى لكم إخواني أخواتي التوفيق وخير الختام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.